يسأل سائل فيقول: لعادة أنا وإخوتي أن نتشارك في ذبح عجل في كل عيد أضحية، ونريد هذا العام أن يذبح كل واحد منا خروفا، وأن نتصدق أو نشتري بالباقي لحما لكثرة هذا اللحم حينئذ، فهل هذا يجوز؟ نعم، يجوز أن نضحي بكبش عن نفر، أو نضحي ببقرة أو عجل عن سبعة، ويجوز أن نفعل هذا فرادة، وأن نفعل هذا في صورة العجل المشترك، ويجوز أن نفعل هذه الصورة بأن يذبح كل واحد منهم وليكونوا ثلاث خرفان، وبقية المبلغ مثل مثلا العجل الآن ب30,000 والثلاث خرفان ب15,000، ويجيب بال15,000 لحمة فتكون أوفر. كل هذا جائز. ويقول: وأيهما أكثر ثوابا؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كانت نيتكم هي فائدة الفقير، ونيتكم هنا واضحة أنكم لا تريدون الأرخص أو الأقل، بل تريدون النفع العام، فإن شاء الله هذه النية تعطي لكم الثواب الأكثر.